ظروف ما هي عادية، ما هي ظروف اللي عرفنا 30 سنة مضت، ظروف حرب، ظروف حرب، ظروف فيها الشهداء، فيها الجرحى، وفيها مقارعة والصراع مع العدو، الاحتكاك بوسائل تدمير يوميا. ومنين انفرضت؟ كيف انفرضت على الصحراويين سنة 1973 والله 1975، انفرضت 2020 نفس العزيمة ونفس الإرادة ونفس الاستعداد اللي كان ذيك الساعة، وكان ذيك الساعة لورا ذاك نجبر مملي النهار اللي التحق عليه يوم 13 نوفمبر 2020. العدو ما كان يتوقعها، هذا الشعب شعب عظيم، ومنين يلحق على نفسه يجبر راسه، منين يلحق على راسه يجبره، منين ينحقر ما يقبل الطفق، منين ينحقر يعدل ردة فعل غير متوقعة، يتوحد يصبح كرزة واحدة ويصبح عباقرة. إذا قاست الناس الحرب مختلف تخصصاتها وميادينها، يتحول المقاتل الصحراوي بين عشية وضحاها إلى مختص، إلى خبير، إلى شجاع، إلى مقدام، إلى مضح. ويستصغر الغير ذاك ويستعد للشهادة ويلبي نداء شعبه. هذا الوطن والشعب ينادوا، هو أول المستجيبين لهذا النداء، ولا يعز شيء لأنه يقدم صدره للرصاص، للقنبلة، للطائرات، للدبابات، للمدفعية. هذا مستصغر وما هو شاك عنه يقتل قاع به اللي ذاكرتش فيها، مخيلتش فيها، فيها قافلة شهداء وضرورة الوفاء لعهدهم، وفي مخيلته شعب مقسم، أرضه محتلة، عدوه حاكم عليه بالفراء وحاكم عليه هامه يقضي عليه، وفي مخيلته ضرورة استكمال المشروع الوطني في بناء الدولة الصحراوية بعد تحريرها. هذا هو اللي في ذوك اللحظات، هذا هو اللي يحتل المخيلة، اللي غير ذاك كامل يستصغر ولا تلي خرص ولا يحس به. إلى عادوا هذا هك، إلى عادوا هذا هك، هذه طبيعتهم. حاسبين على شيء ثاني في خلفهم هو القوة اللي يعتمدوا عليها. التنظيم السياسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والدم وأمناء وأمينات التنظيم السياسي والعراف بالدرجة الأولى، لأنهم هم اللي يباشروا مع المواطن، مع المناضل، مع المناضلة، هم القاطرة اللي ماشية بالمجتمع كامل، شور تقوية التنظيم السياسي، شور دعم الجيش، شور بناء القوة